كنا حريصين أن يكون هناك في ضوابط مشددة على المخالفين الاشتراطات الوقائية ومن ضمنها الضبطية القضائية، وكنا حريصين على إنشاء كلية الإطفاء العام، إضافة إلى جميع المميزات التي يتمتع فيها رجل الشرطة أن يتمتع فيها كذلك رجال الإطفاء. فمجموعة مميزات كثيرة لرجال الأطفاء، وأحب أؤكد هنا في هالجانب أن لا يوجد أي عقوبات إضافية على رجال الأطفاء غير العقوبات التي تتضمنها القانون الحالي.